أنه وقبل أن نبدأ في الحديث عن أخبارنا نؤكد أن المعلومات التي وصلت إلينا من مسؤولين في رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان المكتب الرئاسي قد أبلغ أنه سيقوم برعاية وعلاج الطفل زياد الذي استضفناه بالأمس. هذا الكلام سبق وأن تعهد به السيد الرئيس عندما أجرت إحدى القنوات التلفزيونية الزميلة حديثا مع الطفل زياد، ونحن نقدر للسيد الرئيس هذه الخطوة التي تعودنا عليها في كثير من المواقف، ونشكر كل الذين اتصلوا بنا للمساعدة في هذا الأمر، ونقول لهم أن الأمر الآن في يد رئاسة الجمهورية، وشكرا لكم وشكرا على جهودكم. هذا هو الشعب المصري العظيم.